بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 580 شهيداً وأكثر من 3600 جريح خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 16 على التوالي، واستهدف القصف المنازل والشوارع وحتى الشاطئ. استشهد مساء أمس الشاب محمود شوامرة 22 عاماً بعد أن قاموا جنود الاحتلال بخطفه خلال المواجهات في بلدة الرام، وأجبروه على خلع ملابسه، ومن ثم أعدموه وألقوا جثته في بلدة حزمة بعد مصادرة بطاقته الشخصية. أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة وطن الأنباء أن غالبية زوارها عبر الموقع الإلكتروني يعتقدون أن حركة حماس ستكون هي الأقوى بعد العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال لليوم 16 على التوالي. وكان السؤال الذي وجهته الوكالة: هل تعتقد أن حماس ستكون هي الأقوى بعد العدوان على غزة؟ 94% أجابوا بنعم. اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية اليوم شاباً محافظة طولكرم على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين، وأفادت مصادر أمنية بأن الشاب هو سعيد أبو طحون 21 عاماً. وننهي الموجز بحالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، أما يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، لكن الله أعلى وأعلم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الموجز، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني وطن.tv، وإلى اللقاء.